انتي وبس. اول موقع مرأة متخصص يهتم بكل ما يخص المرأة. مبدئيا يعني هو الشعر برضو حاجة ليها علاقة كبيرة جدا بالنفسية والتفكير الكتير. يعني في ناس بتحصل لها بعض المشاكل بيقعدوا يفكروا لدرجة ان هم مثلا ممكن يناموا ودماغهم شغالة بتفكر زي ما هي، فده بيخلي برضو ان الشعر يتساقط كمان. يعني ولو مثلا حد جاله برد جامد شديد شوية ولا حاجة وسخن جامد، السخونية دي ممكن تخلي الشعر يتساقط بسهولة جدا لو انا بتعامل معاه يعني بغسل شعري زي ما قلنا بالطريقة الغلط دي. لو انا فعلا عندي برد او عندي او تعبان او عندي سخونية جامدة، الطريقة دي توقع شعري بطريقة مهولة، يعني ممكن تشد شعرك اصلا تطلعيه في ايدك كله. لو انا شعري تعبان او انا حاسس ان في وجع في راسي او انا حاسس ان شعري بيتساقط عشان نتيجة مثلا نفسية تعبانة، وده بيحصل كتير، ما فيش داعي ان انا اجي جنبه خالص. لان اول حاجة الواحد بيفكر فيها وهو نفسيته تعبانة شوية او متضايق ان هو يخش يلعب في شعره شوية، يقف قدام مراية يسرح شعره ويعمل حاجة جديدة في شعره والكلام ده كله. فخلينا نبعد عن الحاجات دي واحنا نفسيتنا تعبانة، يعني ما نعملش كده. مش كل انا نفسيتي تعبانة اروح لكوافير اغير شعري لون شعري او اعمل حاجة معينة في شعري. في ناس بتحصل لهم زي فجوة كده في شعرهم، كتلة وقعت مرة واحدة لوحدها وحتى المسام ما بقتش موجودة، يعني بقت ناعمة خالص لدرجة ان انت تحس ان دي وقعت زي الثعلبة كده مثلا. دي بتبقى حالة نفسية برضو. المسام عامة بتتقفل وبتحس ان هي نعمت خالص، كأن الشعر مش هيطلع فيها، مع انها بعد شهر بتلاقي الشعر طلع تاني زي ما هو، مفيش اي مشكله خالص. ده بيبقى نتيجه برضه زي ما بنقول كده التفكير الكتير، لدرجه ان احنا مش يعني مش قادرين نوقف دماغنا عن التفكير لفتره طويله. فاللي بيحصل الخلايا العصبيه بتاعت الشعر بتفقد الاحساس خالص في المنطقه دي، نتيجه ان تدفق الدم في المكان ده كتير جدا، والشعر بيقع منها وبيعمل زي عمليه مخدر كده للخلايا العصبيه. عشان كده المسام شكلها بينعم خالص وما بتبقاش ما تحسي ان هي مش هيطلع فيها شعر تاني. شهر ونص تكون انت هديتي ولا شهرين تكون انت هديتي من التفكير في الموضوع ده او بطلتي التفكير بالطريقه دي، تلاقي الشعر رجع تاني زي ما هو، لان الحاجات كلها موجوده بس كانت متخدره، يعني شبه متخدره. انت وبس. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري، أحد مواقع مجموعة وشوشة الإعلامية انتي وبس.com.